هل رأيت الله سبحانه وتعالى في مجال المخ والأعصاب كطبيب متخصص، رأيت قدرة الله، رحمة الله، لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد بشكل شخصي في العمليات مثلا، غرفة والله العمليات؟ والله هو يعني اما بنشوف الجهاز العصبي ونشوف التكوين التشريحي بتاعه بنحس ان هو فعلا يعني ربنا مصممه زي ما حضرتك بتشوف اي آلة او عربية وبعدين تعجب بيها. العربية لها موتور قوي، لها جسم وزنه خفيف، لها شكل انسيابي بيخليها لو عربية سباق مثلا بتنطلق بسرعة والهواء ما يأثرش عليها، فهتقول ده اللي مصممها ده يعني حد يعني قوي جدا طبع. في التصميم ومجال التصميم. لما بنشوف جسم الإنسان والآليات اللي موجودة فيه اللي يعني بتفوق طبعا كافة الآلات والأجهزة اللي احنا بنتعامل معها، لأنه هو إصلاح، بيعمل نوع من أنواع الإصلاح الذاتي. يعني جسم الإنسان نقدر نقول 99% هو بيعمل حاجات بتصلح من الوضع اللي احنا ممكن نكون سبب في الإساءة صيانة ذاتية أو بالضبط كده أو سوء استخدام زي ما بنقول. يعني ممكن أنا يبقى معايا جهاز كمبيوتر أو محمول يبقى عندي فيه سوء استخدام، باخده واديه للشركة هو بقى يصلحه. الكلام ده موجود في جسم الإنسان من غير ما احنا ما نروح لمركز الصيانة. هو الإنسان بيقضي يومه خالص عادي وبعدين يجي بالليل ممكن يريح شوية، الصيانة تشتغل، حاجة مش مظبوطة، الجسم هي معقول موجود من أول يعني نقول لحضرتك من أول الخلايا وال يعني هي يمكن بعيدة عن شوية عن المجال بتاعنا بس لا. طبعا دي معلومات أساسية احنا يعني تطرقنا لها كتير أو درسناها فترات طويلة، الجينات والدي ان ايه وازاي بيتم اصلاح الاخطاء اللي ممكن تحصل، او مش نقول الاخطاء، الاصابات اللي تيجي تدخل حاجه خارجيه زي اشعاع خارجي او فيروسات او عدوى او مواد كيماويه الجسم اتعرض لها. الجسم بيصلح الحاجات دي كلها بحيث ان يحافظ على كفاءه الانسان بشكل او كفاءه الجسم بشكل كامل. يمكن المجال اللي يخصنا شويه اللي احنا متعمقين فيه اكتر المخ والاعصاب. يعني لو هنتكلم على على الفقرات زي ما يا ليت هنا معانا الماكيت كده، الماكيت هنشوف عليه كده ولا على والله هو ايهما شئت اللي موجود مع حضرتك جميل قوي. يعني هو العمود الفقري يعني مميز شويه في الانسان عن بقيه المخلوقات، لان ربنا اراد ان الانسان يكون منتصب القامه، راسه فوق اعلى جزء في الانسان، وكذلك الذراعين او الطرفين العلويين مفرغين للتعامل، مش زي بقيه الكائنات هما دايما ممكن بيمشوا على الاطراف الاربعه، مش دايما راسهم مرفوع لفوق. لكن جميل. الانسان خد وضع مختلف، ربنا اراد له ان هو يكون راسه مرفوع لفوق، اداله مخ كبير، اداله قدرات ذهنيه وقدرات عقليه مختلفه عن بقيه الكائنات، فكان لازم يكون في عمود فقري مختلف يشيل المخ دي ويشيل ده كله. ويشيل المهمه ديت، يفرغ الايدين ويفرغ الراس انها تكون مرفوعه بحيث ان هو يتعامل في الحياه اليوميه ويكون في الحياه الانسانيه اللي احنا شايفينها. لما الواحد بيتامل التشريح، مع انه قد يكون ليس يعني اكثر الحيوانات عضليا يعني عضلا او كتله عضليه أو والله يعني ما هو ده جزء من الـ زي ما اقول حضرتك كده الاعجاز في خلق الانسان. احنا لسه ضاربين المثل بالسياره اللي احنا قلنا تكون سريعه وتكون جسمها خفيف ويكون موتورها قوي،